فانه استطاع ان يبصم على مسار مثالي. انت راه كنتي حضرتي اطوار الجمع العام داز في ظروف جد محترمه، الاحترام المتبادل لا ما بين المنخرطين ولا ما بين وسائل الاعلام ولا المتداخلين وما بين اعضاء المكتب المسير، ونتمنوا ان اننا احنا نتعلموا من خلال الجموع العامه اللي كنتلاقاو فيها بكل سنه باش نطوروها ونكونوا تكون عندها الافضليه في الجموع العامه المقبله بينا. وهذا كان مطلب، كان مطلب وكان واحد باش ما نبقاوش نخلطوا ما هو رياضي بما هو اجتماعي. هذا كان مطلب وحاولنا ان نطلب ما هو اجتماعي، وعطينا لواحد الشخص اللي كيدير ما هو اجتماعي وهو كيتراس واحد الجمعيه ديال القدماء اللاعبين، عنده درايه كيعرف اللاعبين لا القدماء ولا اللي غادي يجوا في المستقبل، وغادي يبقى يبشر الامور ديالو، وحنا غادي نكونوا معاه ان شاء الله وبجنبه بيدو وبجميع ومع جميع الناس اللي كيحتاجونا باش نكونوا في هذا الموقع. وهي كتستافد من شحال هذه وغتبقى تستافد حتى في المستقبل، ونتمنوا يكون عندنا احسن من وين الناس في المستقبل. وحنا ما غنهينوا حتى حد، غادي نلعبوا مقابله مقابله، ونتمنوا اننا نكونوا النصر حليفنا، وهذا هو المتغول. ولكن هذا الشيء ماشي غير كنقول، خصنا نخدموا عليه.